هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات إذاعة المنتدى، هذا صلاح محمد زين يحييكم وفريق العمل لساعة يوم الأربعاء 13 من أغسطس، والتي نستهلها بنشرة للأخبار تقدمها زميلتي أمال علي، ثم آتيكم بتعليق تحت عنوان جرائم عصابة إسياس في حق الأطفال والقصر. تستمعون بعده إلى الحوار الذي أجراه زميلي يوسف بوليسي مع عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان إريتريا 2014 الذي أقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية. ثم نقرأ عليكم رسالة وصلت من مستمع تحت عنوان هل يمكن اعتبار حالة الهروب سلاحا فتاكا يهدد نظام هجدف القمعي؟ وقتا ومتابعة طيبة نرجوها لكم مع فقرات ساعة هذا اليوم. فليقصفوا لست مقصف وليعنفوا أنت أعنف، فليقصفوا لست مقصف وليعنفوا أنت أعنف، وليحشدوا أنت تدري أن المخيفين أخوف، أن المخيفين أخوف. فليقصفوا لست مقصف وليعنفوا أنت أعنف، فليقصفوا لست مقصف وليعنفوا أنت أعنف، وليحشدوا أنت تدري أن المخيفين أخوف، أن المخيفين أخوف. أغنى ولكن أشقى، أوهى ولكن أجلف، أبدى ولكن أخفى، أخزى ولكن أصلف. أغنى ولكن أشقى، أوهى ولكن أجلف، أبدى ولكن أخفى، أخزى ولكن أصلف. لهم حديد ونار، لهم حديد ونار، وهم من القش أضعف. لهم حديد ونار، لهم حديد ونار، وهم من القش أضعف. يخشون إن كان موت، وأنت للموت أألف، وبالخطورات أغرى، وبالقرارات أشغف. يخشون إن كان موت، وأنت للموت أألف، وبالخطورات أغرى، وبالقرارات أشغف. لأنهم لي هواهم. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء
وزير التجارة الجديد يوقف تصديقات أصحاب العمل ويتسبب في أزمة ارتفاع الأسعار. تغيير وحدات الحراسة على المرافق العامة واستمرار أزمة الكهرباء. الحكومة الإريترية تعلق تأشيرة الخروج لأكثر من 85 ممن أعلنوا ولائهم لها. والسودان يحكم ويسجن 55 من طالبي اللجوء من بينهم 22 امرأة. الأخبار بالتفصيل. في أول قرار للسيد نصر الدين بخيت منذ توليه لحقيبة وزارة التجارة والصناعة، تم وقف التصديقات التي تمنحها الوزارة لبعض التجار وأصحاب المعامل والمصانع لاستيراد المواد الخام والمواد الغذائية وبعض السلع الاستهلاكية مثل المنظفات والملابس. وجاءت آثار وقف التصديقات سريعة ومباشرة، حيث طرأت زيادة في الأسعار لمعظم السلع المذكورة. ولا يعرف حتى الآن إذا ما كانت عملية الإيقاف ستستمر ليأتي الوزير الجديد ببدائل أخرى تحول وزارة التجارة من وضع السياسات إلى ممارسة التجارة. إلى ذلك يشهد السوق الإريتري حالة ترقب للقرارات الجديدة نتيجة لندرة في الأسواق بعد حجام التجار عن البيع. ويذكر أن التصديقات الموقوفة شملت بضائع كانت قد وصلت بالفعل إلى الموانئ الإريترية، وبعضها لا يزال في عرض البحر، والبعض لم يشحن بعد من بلد المنشأ. للمرة الأولى بعد الفترة التي أعقبت أحداث 21 من يناير المجيدة، تم استبدال وحدات الجيش الشعبي المكلفة بحراسة مباني ومحيط وزارة الإعلام من المنتسبين للوزارة وموظفيها، لتحل محلهم كتيبة تتبع للقوات الخاصة المعروفة بفيتوراري حيلي، والتي يقودها الفريق فيليبوس والديهنس قائد هيئة الأركان العسكرية. وتشير بعض المصادر المطلعة إلى تخوفات من إمكانية تحركات داخل الجيش دفعت لوضع المرافق الهامة تحت السيطرة المأمونة، التي تضمن عدم تكرار أحداث مشابهة لما حدث في فورتو في يناير من العام 2013. وعلى صعيد آخر، عادت أزمة قطوعات الكهرباء والمياه إلى المدن والقرى في البلاد بعد مرور أقل من شهر على الانفراج النسبي المؤقت للأزمة، وذلك بسبب شح الوقود هذه المرة. هذا وقد أمضت أحياء كاملة في العاصمة أسمرة الأيام الخمس الماضية دون خدمات كهرباء، بينما اعتاد سكان القرى والبلدات البعيدة والكبيرة على حالة الإظلام الدائم. تفيد الأنباء الواردة إلينا من داخل إريتريا بأن هناك ما يقارب من 85 شخصاً معلقين في أسمرة لم يسمح لهم بتأشيرات الخروج، وهم من مجندي الخدمة الوطنية الذين في فترة ما وعندما استقر بهم الحال في دول المهجر استفادوا من قرار العفو الذي أصدره النظام، وعبأوا استمارات العفو وبدأوا في التعاون مع نظام الهجدف وأصبحوا جزءا من آلته التعبوية، ومنهم من بدأ في زيارة البلاد في الإجازات. وذكرت المصادر أن الذين منعوا من السفر أغلبهم من قدموا من دولة جنوب السودان والشرق الأوسط وبعض الدول الأوروبية. ويذكر أن رئيس النظام إسياس أفورقي كان قد توعد في لقاء أجراه مع ضباط الجيش في ساوة بمناسبة تخرج الدفعة 27 باتخاذ إجراءات جديدة في مواجهة ما أسماه بالأخطاء المتعلقة بهذا الشأن، وذلك في معرض رده على بعض الأسئلة وبغرض التخفيف من التذمر الذي أظهره الضباط من الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع. قضت محكمة سودانية في الخرطوم في السابع من هذا الشهر أغسطس بإعادة إريتريين من طالبي اللجوء إلى بلادهم التي فروا منها. هذا ومن بين المحكوم عليهم بالإبعاد 55 شخصاً بينهم 22 فتاة، حيث ألقت سلطات الأمن السودانية القبض عليهم في الثاني من أغسطس وهم في انتظار ترتيب مواصلة رحلتهم إلى ليبيا. هذا ونشد المحكوم عليهم مفوضية اللاجئين والهيئات المختصة لوقف عملية ترحيلهم لما سيواجهونه من خطر شديد قد يصل إلى حد الموت في حالة تم إرجاعهم. نهاية النشرة. لأنهم لي هواهم وأنت بالناس أكلف، يجزئون المجزأ، يصنفون المصنف، يجزئون المجزأ، يصنفون المصنف، يكثفون عليهم حراس أنت أكثف.
يكثفون عليهم حراس أنت أكثف كفجأة الغيب تهمي وكالبراكين تزحف كفجأة الغيب تهمي وكالبراكين تزحف تنثال عيدا ربيعا تمتد مشتى ومصيف تنثال عيدا ربيعا تمتد مشتى ومصيف نزغا إلى كل جذر نبضا إلى كل معزف نزغا إلى كل جذر نبضا إلى كل معزف ما قال نجم ترخى ما قال فجر تخلف ما قال عنك انتظار هذا انثنى أو تحرف ما قال نجم ترخى ما قال فجر تخلف تسابق الوقت يعيا وأنت لا تتوقف فتسحب الشمس ذيلا وتلبس الليل معطف تسابق الوقت يعيا وأنت لا تتوقف فتسحب الشمس ذيلا وتلبس الليل معطف يا مصطفى أي سر تحت القميص المنتف هل أنت أرهاف لمحا لأن عودك أنحف أأنت أخصاب قلبا لأن بيتك أعجف هل أنت أرغاد حلما لأن محياك أشطف لما أنت بالكل أحفى من كل أذكى وأثقف من كل نبض تغني يبكون من ساب أهيف لما أنت بالكل أحفى من كل أذكى وأثقف من كل نبض تغني يبكون من ساب أهيب فلا وراءك ملهى ولا أمامك مصرف فلا من البعد تأسى ولا على القرب تأسف لأن همك أعلى لأن قصدك أشرف لأن صدرك أملى صوت المنتدى جرائم عصابة إسياس في حق الأطفال والنشء إن كان واقع الظلم وانتهاك الحقوق وصمة عار لازمت نظام الطاقية أفورقي طوال سنوات حكمه العجاف إلا أن إلحاق الظلم والانتهاكات بالأجيال الناشئة يعد من الأفعال المشينة التي تستوجب التصدي لها بقوة ومسؤولية وبلا أدنى تهاون ويذكر أن إذاعة صوت المنتدى وتماشيا مع خطها المبدئي كانت قد أطلقت منذ بدايات بثها حملة لوقف التجنيد الجبري للشباب وتسخيرهم للعمل بدون مقابل الآن وفي ذات الاتجاه الرامي لحفظ الحقوق لمختلف الفئات العمرية تطلق حملة أخرى لرفع الظلم والانتهاك لحقوق الأطفال والقصر
ونعني بالأطفال هنا إنسان لم يتجاوز 18 وفق التصنيف المتعارف عليه عالمياً. تجاوزات نظام أسمر لحقوق الطفل كثيرة ومتعددة، وانتهاكاته سافرة ومخزية، فهي تبدأ من انتهاك حقوق الوالدين أو الأوصياء وتنتهي بالتسبب المباشر وغير المباشر في فقدان الأطفال لحياتهم. وبين الاثنين توجد العديد من الانتهاكات، فلا يستطيع الطفل الأكبر من 5 أعوام أن يسافر خارج البلاد مع أحد أبويه أو كلاهما إلا بعد وضع ضمانات باهظة وكفالات تضمن إرجاعه أو التنازل عن قيمة الضمان. وبذا تقوم الحكومة بفصل الطفل عن والديه على كره منهما. وعند وصول الطفل لسن الدراسة يعاني الأمرين للحصول على مقعد دراسي، وتصادف العملية التعليمية مشكلات عدة مثل شح المعلمين وقلة المواد المدرسية والوسائط التعليمية وضعف المنهج التعليمي وغياب البعد التربوي في مجمل المنهج المتبع في إريتريا، بالإضافة إلى التجاهل التام لضرورة إتاحة مجالات الترفيه والألعاب التي تفتح وتوسع آفاق الأطفال وتحفز الذهن وتحقق التوازن النفسي. فلا يوجد في عموم إريتريا منتزه خاص بالأطفال أو حديقة للحيوان أو مسرح يقدم المواد المعنية بالأطفال. ولغياب الاهتمام والرعاية بالأسرة بحيث تتمكن من القيام بكامل مسؤولياتها داخل المجتمع، أصبحت المدن الكبيرة مرتع للأطفال المتسولين، وتحول التسول إلى مهنة لمن هم في سن الدراسة. كل ذلك والحكومة لا تحرك ساكنا، ليس لعدم القدرة فقط بل لانعدام الرغبة في تقديم أي خدمة للمجتمع. وهي الحكومة التي بسبب هواجسها أغلقت في منتصف التسعينيات دار رعاية الأطفال فاقدي الأبوين في أسمرة، بحجة أن نزلائه الأطفال قاموا باعتصام لتحسين أوضاعهم المعيشية، الشيء الذي اعتبرته حكومة إسياس بذرة تمرد يجب وأدها في المهد. وهكذا أخفقت في حماية حقوق الأطفال ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. أشد حالات انتهاك حقوق الأطفال والنشأ إيلاما تلك التي تمارس في معسكر ساوة بحجة مركزة السنة النهائية للمرحلة الثانوية، ثم التجنيد الإلزامي وما بينهما من مخاطر جمة، وتلك التي تمارس فيما تسمى بإصلاحية قيح كوكن التي لا تمت بأي صلة لإدارة السجون والإصلاح، رغم الادعاءات وواقع الاعتداءات باسم الإصلاح والتعليم للصغار من فاقدي الأبوين وأطفال الشوارع. لكن الواقع أنه سجن يضم المذكورين دون أي رعاية أو إصلاح، ويرحل إليه أيضا الطلاب المخالفين من ثانوية ساوة وصغار السن من المتورطين في محاولات للخروج من البلاد، حيث يتعرضون للضرب والحرمان من الأكل والشرب والنوم وعقوبات أخرى تعذيبية، هذا غير الاعتداءات الجنسية والتحرشات الدائمة من قبل مسؤولي قي حقوقاً التي كانت في السابق مدرسة صناعية تقع غرب مدينة نقفة بمسافة 10 كيلومترات تسمى طبرة. تفشت بين النزلاء الصغار أمراض فقر الدم والنزلات المعوية والروماتيزم والأمراض الجلدية والتناسلية وعلل الصدر والعيون وغيرها من الأمراض الوبائية المعدية بسبب عدم مطابقة المحتجز للشروط الصحية ولتكدس مئات الأطفال في مساحة ضيقة جداً، ويفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الخاصة بضمان النظافة الشخصية وصحة البيئة. وهنالك مقبرة خاصة بمعتقل قيح كوكن يرقد فيها زهاء 40 طفل بريء توفوا جراء التعذيب وأجبر زملاؤهم على دفنهم دون الرجوع لذويهم، وغالبا ما سجلوا في قائمة المفقودين. الأمر الذي يدعو للحيرة هو أنه منذ الشهر الماضي رفعت الوحدات العسكرية التي كانت تدير السجن وكانت تتبع لقيادة حرس الحدود تحت إدارة مباشرة من العقيد برخت كرنفوت، الذي طلب من مدير مديرية نقفة محمد شكر أن يتولى إدارة السجن في طبرة، ورفض مدير المديرية تحمل تلك المسؤولية، لكن مؤقتا أرسلت وحدات من الجيش الاحتياطي المحلي لحراسة الإصلاحية أو المعتقل الذي تسرب منه أعداد من النزلاء استطاعوا الاتصال بذويهم، ويبقى الحال كما هو بالنسبة للبقية مع تملص كامل من المسؤولية القانونية والأخلاقية من قبل الحكومة التي لن تفشل في إيجاد شماعة تعلق عليها سوءاتها.
هكذا هو حال قي حقوقاً بعد انسحاب جنود الفرقة 61 أو سحبهم عن عمد جراء الصراعات الأخيرة بين قائد هيئة الأركان فيليبوس والجنرال تخلمنجوس القائد السابق لقوات حرس الحدود. أما الأوضاع التي يعيشها طلاب الدفعة 26 من الخدمة الإلزامية والمتواجد منهم ما يقارب 14,000 طالب وطالبة في منطقة أيداب الواقعة شمال فعبت بنحو 10 كيلومترات، وتقوم بحراستهم أيضا وحدات من الفرقة 61 سيئة السمعة، فعدد من هؤلاء الطلاب جرفتهم السيول وآخرين فتكت بهم الأمراض الوبائية، وبعضهم وصل إلى حالة من الجنون، والبعض فقد القدرة على المشي أو أصيب بارتعاش مجهول السبب، وكلهم يعانون من ضغوط نفسية شديدة وقاتلة ولا يعرفون المصير الذي ينتظرهم. الدفعة التي تلتهم فقدت 300 طالب فارقوا الحياة بمختلف الأسباب، والدفعة التي لم تبدأ التدريب بعد توفي منها 15 طالبا ومعلمان في حادث حركة فاجع وهم يساقون إلى معسكر ساوا. وللحديث بقية في هذا الشأن.
صوت المنتدى. في إطار فعاليات مهرجان عام 2014 الذي يعقد في مدينة فرانكفورت، التقينا بالأستاذ جرماي زميكيل، مسؤول الإعلام في اللجنة التنسيقية لاحتفال مهرجان 2014. وأول سؤال نطرحه عليك، أعطينا نبذة عن كيف كان تنظيم هذا المهرجان الرائع الذي أخذ بهرة جمهور الحاضر. أولا أشكركم لإتاحة لي هذه الفرصة للتحدث عن فعاليات مهرجان فرانكفورت لعام 2014. فعلا قامت اللجنة المنظمة لهذا المهرجان، وهو طبعا يعني تقوم بهذا العمل سنويا منذ فترة ليس هي بالقصيرة، وتم لإعداد هذا المهرجان يعني في حوالي فترة استغرقت فترة لا تتجاوز أكثر من 6 شهور، ويعني بدأت بإعداد للمؤتمر للمهرجان وورقة المهرجان، ثم الضيوف المشاركة، تحديد الضيوف المشاركة لفعاليات المهرجان، وتم إرسال الدعوات للاتجاهات المختلفة، منها التنظيمات السياسية المختلفة الإريترية المعارضة يعني، وأيضا لمنظمات مجتمع المدني، وأيضا اتحادات المرأة الإريترية والشباب الإريتري. ومهرجان هذا العام تميز من المهرجان السابق لعام 2013. أولا من حيث الحضور، كان حضور يعني جيد جدا عددا ونوعا، لأنه هذا ما لمسناه هذه السنة، كل الحضور كان مشارك يعني، سواء كان بطرح آراء وطرح أسئلة أو باستماع إلى ما كان يرد من اتجاهات مختلفة، سواء كانت على شكل دراسات أو أوراق التي قدمت وتم مناقشتها بإسهاب. فهذا إن دل يدل على المساهمة الفعالة للجماهير وبحث الحلول لقضاياه المختلفة. وهذه كانت يعني ميزة لمسناها هذه السنة، حتى يعني قلما يخرج لتناول الطعام أو شراب القهوة أو الماء، لأنه كان منهمكا وكان دائما لم يتحرك من أماكنه، حتى لو طال الزمن، لأنه نتيجة لعدد الكبير للضيوف اللي كانت حاضرة في هذا المهرجان. فكان مهرجان يعني ليس مجاملة أنه نطرح دائما في كثير من اجتماعاتنا ومؤتمراتنا يعني مؤتمر ناجح بمعنى الكلمة، لكن هذا صحيح أنه كان مهرجان
فعلا ناجح جدا، وأعطى اللجنة المنظمة حافز كبير لإعداد مهرجان عام 2015، وإن شاء الله يكون في إريتريا بهذا الزخم وبهذا الحضور اللي حضر للمهرجان. ونتمنى السنة القادمة أن يكون أكثر وأن يطول مدته، لأنه هذه السنة مدة المهرجان بدأت من يوم 8 وحتمتد إلى يوم 11 تقريبا، لأنه كثير من المواضيع لم تكمل بعد حتى الآن. في إطار فعاليات المهرجان لاحظنا بأن هنالك كانت أوراق قدمت والحضور الكبير لكثير من المنظمات السياسية وكذلك منظمات المجتمع المدني. هل ممكن أن تعدد لنا منظمات المجتمع المدني وكذلك التنظيمات السياسية التي حضرت، وما هي المواضيع التي نوقشت في هذه الأوراق أو في هذه الاجتماعات؟ طبعا الأسامي لم تحضرني حاليا، لأنه لكن أكثر من 4 تنظيمات سياسية وحوالي 5 منظمات مجتمع مدني. طبعا تميز مهرجان هذا العام ليس بتقديم ورقة يعني إنشائية أو خطابية، بل إنما جميع الأوراق ومن كل الاتجاهات ومن كل التنظيمات ومن كل المنظمات المجتمع المدني كانت تلامس وفقا للطريقة التي عدت له اللجنة المنظمة، على أساس تركز حول قضايا اللجوء، لجوء الشباب ومعاناتهم في دول المهجر، فكانت تناقش بإسهاب هذه القضية الأساسية كانت في مهرجان هذا العام. فبالتالي كل التنظيمات تناولت هذا المواضيع كل من زاويته، إضافة إلى طرح آراءهم إنه التنظيمات السياسية أو منظمات المجتمع المدني المختلفة على أساس تدخل في حوار مستمر لتقريب وجهات النظر ولتحقيق وحدة عمل حتى يقصر يعني طول يعني عمر النظام البائد في إريتريا. فهذه كانت الأشياء اللي ارتكزت عليها فعاليات هذا المهرجان، والمواضيع التي تناولت كانت تسب جلها في إطار هذا الموضوع. كما لاحظنا بأن هنالك تنظيمات السياسية التي اشتركت وكذلك منظمات المجتمع المدني بالإضافة لرئيس حزب الشعب الديمقراطي، قد عقدوا أو كانت هنالك جلسة حوار مفتوح، وما هي المواضيع التي تناول هذا الحوار؟ فعلا كانت حوار مفتوح جرت بين التنظيمات السياسية المشاركة وتنظيمات المجتمع المدني. فكانت أولا يعني ما هي التحديات التي تواجه هذه التنظيمات، سواء كان بشقيها السياسي والمدني لإزالة النظام، ثم ما هي التحديات المتوقعة بعد إزالة هذا النظام، وهل وكيف تخطي هذه المصاعب. هذه كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية كانت مسألة تقريب وجهة نظر والقيام العمل مع بعض، ويرتقي إلى درجة أن كل التنظيمات السياسية أو المنظمات المجتمع المدني اللي لها برنامج عمل وأهداف مشتركة
والذي لا توجد بين عائق لكي تعمل مع بعض أن تعمل مع بعض وتوحد صفوفها. هذا كانت النقطة الثانية. النقطة الثالثة كان مشاركة المرأة والشباب، وأخذت هذه النقطة حيزا كبير من التنظيمات ومنظمات المجتمع المدني كانت مشاركة، لأنه ما لم تشترك المرأة في العمل الوطني وما لم يشارك الشباب، لأنه لا يمكن أن يكتب النجاح لكل العمل المعارض في سواء كان في الخارج أو في الداخل. فهذه كانت النقاط الأساسية. طيب في الختام أستاذ قرماي، بشكل عام هل تعتقد بأن هنالك توجه نحو ائتلاف للعمل المشترك السياسي في إريتريا مستقبلا؟ حقيقة من الأشياء التي رأيناها ولمسناها، لأنه الكل كان يطرح هذا الموضوع بجد وبكل جدية، ليس من وجهة نظر أو ليس من مفهوم إنه يعني تكتيكي، بل إنما من زاوية إنه استراتيجية. لمسنا هذه المسألة في هذا النقاش اللي كان دائر بين وكانت تطرحه كل التنظيمات السياسية، وهذا يبشر بالخير. وأعتقد يعني عن قريب ممكن حنشاهد أشياء من هذا القبيل تتحقق، وإن شاء الله حنحسد ثمارها. طيب باعتبارك منظم هذا المهرجان وتتمنى أن يكون المهرجان القادم، وكما أنا أتمنى أيضا أن يكون في إريتريا وبزخم أكبر، فما هي رسالتك للشعب الإريتري سواء كان في الداخل وخاصة في الداخل والمهجر؟ كالعادة وكدائما إنه رسالتنا للشعب الإريتري يجب أن يهب يعني وأن يعمل مع بعض يد إلى يد حتى يقصر عمر النظام، لأنه ما لم نعمل مع بعض، ما لم الكل يعمل مع بعض، فلا يمكن إنه جهد بجهد بسيط أو بجهد بتاعت قلة من الشعب الإريتري لإزالة هذا النظام. كما يقول المثل السوداني إنه الإيد في إيد تجدع بعيد، فالشعب في الداخل والخارج إذا حطوا إيدهم في إيد فممكن يجدعوا بعيد النظام الإريتري. وأتمنى أيضا إنه اللي في الداخل يستمع إلى صوت الخارج، والخارج يستمع إلى صوت الداخل، ويقوموا عمل وأن يعملوا مع بعض. وما لم نعمل مع بعض لا يمكن أن ينزل لنا من السماء أو من الغيب إنه نصر نتمتع به ونرى فيه الأمن والأمان، فيجب أن نصنع بأيدينا، وهذه الأيادي لجم أن تتكاتف. شكرا جزيلا أستاذ قرماي، وأشكرك مرة أخرى ونيابة عن المستمعين وأصالة عن نفسي ونيابة عن المستمعين، وأتمنى لك حظا أوفر وإقامة سعيدة في هذا المهرجان الجميل. أيضا أنا بدوري أشكركم جدا لإتاحة لي هذه الفرصة، وإن شاء الله نلتقي في أحسن فرصة، وشكرا.
صوت المنتدى. هل يمكن اعتبار حالة الهروب سلاحاً فتاكاً يهدد نظام هجدف القمعي؟ كان هذا عنوان لرسالة وصلتنا من الصديق المتابع عبد الرحمن أحمد، ويقول فيها: الناظر والمتأمل لأحوال البلاد والعباد في هذه الأيام يلاحظ تزايد عدد الهاربين من النظام القمعي، كبارا كانوا أم صغارا، مدنيين كانوا أم عسكريين، بل في بعض الأحيان يكون عدد الهاربين العسكريين أكثر بكثير من المدنيين. واعترفت حكومة هجدف في الآونة الأخيرة بهذه المشكلة التي أرقت مضجعها، وعلى ما يبدو الهروب من المؤسسة العسكرية صار سلاحا فتاكا يهز أركان الجبهة الشعبية، حيث يتراوح أعمار الهاربين ما بين 18 إلى 30، وهؤلاء هم من سن الشباب وعماد الحكومة مستقبلها. وخلال الأيام الأخيرة وفي شرق السودان تم ترحيل أكثر من 450 لاجئا إريتريا إلى معسكر الشقراب، وهؤلاء هربوا من إريتريا في غضون 4 أيام فقط. وتم تجميع هؤلاء اللاجئين من قرية قرقف الحدودية مع إريتريا، وبها أكثر من 300 لاجئ جاءوا من إريتريا بشكل أفراد ومجموعات. ومدينة حمدايت بها أكثر من 150 لاجئ إريتري، جاء 50 منهم من إثيوبيا والبقية من إريتريا بشكل أفراد ومجموعات. استقبلت السلطات السودانية هذه المجموعات ومعظمهم شباب وجنود هاربون من النظام الإريتري في محطات تجميع مؤقتة يأوون في خيام بهدف ترحيلهم منها إلى معسكر الشجراب. وقام فيليبوس قائد أركان الجيش الإريتري في إطار زيارته التفقدية لمعسكرات الجيش الإريتري قبل فترة بزيارة معسكر منطقة هبرو، وقد تفاجأ بقلة أعداد الجنود الذين يحرسون المعسكر، وأن السواد الأعظم من الجيش قد تسرب نتيجة لحالات الهروب الجماعي الذي تشهده المؤسسة العسكرية في إريتريا. وقف قائد الجيش الإريتري محتارا أمام مشهد المعسكر الخالي، ثم وجه بتحويل الأسلحة الثقيلة والعتاد الحربي الوفير إلى مخازن في مواقع مختلفة ومغايرة. حالة هروب أفراد الجيش إلى خارج الوطن ليست بجديدة، وإنما تعاظمت في الآونة الأخيرة بسبب ما يتعرض له هذا الجيش من سوء التمويل وسوء التقدير مع قسوة الخدمة العسكرية وامتداداتها الأليمة. وفي اجتماع إداري بوزارة التعليم الإريترية لمديرية أغردات الذي تحدث فيه تخل برهان مدير مديرية أغردات ومسؤول التعليم عبدالله كرام، أقر الاجتماع بحالة الهروب المستمر الذي يقوم به الطلاب من المدارس، وأكدوا أنهم منزعجون للأمر وقاموا بجهود كبيرة لإيقاف الظاهرة دون جدوى. والملاحظ أن الجهود الكبيرة التي كررها الاجتماع هي الكبت والتهديد الدائم والحراسة المشددة والملاحقات الأمنية على الحدود، ولم تتجه الوزارة لدراسة الأسباب الحقيقية لعزوف الطلاب عن المدارس وهروبهم عن الدراسة وهي واضحة للعيان، بينها الخدمة الوطنية الدائمة العذاب والدراسة بلغة الأم التي تضيع مستقبل الطلاب، وعدم وجود بيئة تعليمية صحية، وعدم توفير مستلزمات المدرسة من كتاب وكراسات ومصاريف مدرسية ومعلمين، حيث هرب كثير منهم إلى الخارج. فهل يمكن اعتبار الهروب سلاحا فعالا يمكن أن يهزم هذه الحكومة شر هزيمة ويجعلها ترضخ لمتطلبات الشعب الإريتري؟ الله يكون في عون هذا الشعب الإريتري المغلوب على أمره والمظلوم من قبل حكومته. كان هذا مقالا لصديق الإذاعة عبد الرحمن أحمد، ختمه بتساؤل عما إذا كان الهروب سلاحا فعالا يمكن أن يهزم هذه الحكومة شر هزيمة ويجعلها ترضخ لمتطلبات الشعب الإريتري حسب تساؤله. ننتظر منكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى إبدأ آرائكم حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع والقضايا ذات الصلة بمعاناة شعبنا في ظل هذا النظام الغاشم. جر 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 بولو جر جر
شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو وانا بشوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو جر جر جربولو جر جر جربولو شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو وداب شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو شبابنا تبقس تبقسو كارونا بوداي شبابنا تبقس تبقسو كارونا بوداي هك يا حمقت يا هو وتقبلوا سكاي سلاح طور وقلم تاريخ كتب بأدماي حتى نيده جانا قيدني دو السناي قيدني دو السناي حتى نيده جانا قيدني دو السناي قيدني دو السناي شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو وداب شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو جر جر جربولو جر جر جربولو وداب شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو وداب شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو لبا قاعديب والدولة تساقم لسنة ولا آكي لبا قاعديب والدولة تساقم لسنة ولا آكي وانت أقل أتاكاي لتمكره تتاقي قبيوح الزركة لا محزق النيدي إيت الطعم هققيد حدك فتنيتي دي حدك فتنيتي دي إيت الطعم هققيد حدك فتنيتي دي حدك فتنيتي دي جر جر جربولو وداب شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو وداب شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو جر جر جربولو جر جر جربولو شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو وداب شوكي الحمل الحمل جربولو كيم بولو الفاشل سياسي زرق باتوارو الفاشل سياسي زرق باتوارو هوت ملو حزتو هيف منو مقارو شعب قرار كل أيام حزه صبحو درارو جربولو كم كلب نادلك بدا فاترو نادلك بدا فاترو جربولو كم كلب نادلك بدا فاترو نادلك بدا فاترو Thank you.
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، وزير التجارة الجديد يوقف تصديقات أصحاب العمل ويتسبب في أزمة ارتفاع الأسعار، تغيير وحدات الحراسة على المرافق العامة واستمرار أزمة الكهرباء. الحكومة الإريترية تعلق تأشيرة الخروج لأكثر من 85 ممن أعلنوا ولائهم لها. والسودان يحكم ويسجن 55 من طالبي اللجوء من بينهم 22 امرأة. الأخبار بالتفصيل. في أول قرار للسيد نصر الدين بخيت منذ توليه لحقيبة وزارة التجارة والصناعة، تم وقف التصديقات التي تمنحها الوزارة لبعض التجار وأصحاب المعامل والمصانع لاستيراد المواد الخام والمواد الغذائية وبعض السلع الاستهلاكية مثل المنظفات والملابس. وجاءت آثار وقف التصديقات سريعة ومباشرة، حيث طرأت زيادة في الأسعار لمعظم السلع المذكورة. ولا يعرف حتى الآن إذا ما كانت عملية الإيقاف ستستمر ليأتي الوزير الجديد ببدائل أخرى تحول وزارة التجارة من وضع السياسات إلى ممارسة التجارة. إلى ذلك يشهد السوق الإريتري حالة ترقب للقرارات الجديدة نتيجة لندرة في الأسواق بعد حجام التجار عن البيع. ويذكر أن التصديقات الموقوفة شملت بضائع كانت قد وصلت بالفعل إلى الموانئ الإريترية، وبعضها لا يزال في عرض البحر، والبعض لم يشحن بعد من بلد المنشأ. للمرة الأولى بعد الفترة التي أعقبت أحداث 21 من يناير المجيدة، تم استبدال وحدات الجيش الشعبي المكلفة بحراسة مباني ومحيط وزارة الإعلام من المنتسبين للوزارة وموظفيها، لتحل محلهم كتيبة تتبع للقوات الخاصة المعروفة بفيتوراري حيلي، والتي يقودها الفريق فيليبوس والدي يوهنس قائد هيئة الأركان العسكرية. وتشير بعض المصادر المطلعة إلى تخوفات من إمكانية تحركات داخل الجيش دفعت لوضع المرافق الهامة تحت السيطرة المأمونة، التي تضمن عدم تكرار أحداث مشابهة لما حدث في فورتو في يناير من العام 2013. وعلى صعيد آخر، عادت أزمة قطوعات الكهرباء والمياه إلى المدن والقرى في البلاد بعد مرور أقل من شهر على الانفراج النسبي المؤقت للأزمة، وذلك بسبب شح الوقود هذه المرة. هذا وقد أمضت أحياء كاملة في العاصمة أسمرة الأيام الخمس الماضية دون خدمات كهرباء، بينما اعتاد سكان القرى والبلدات البعيدة والكبيرة على حالة الإظلام الدائم. تفيد الأنباء الواردة إلينا من داخل إريتريا بأن هناك ما يقارب من 85 شخصا معلقين في أسمرة لم يسمح لهم بتأشيرات الخروج، وهم من مجندي الخدمة الوطنية الذين في فترة ما وعندما استقر بهم الحال في دول المهجر استفادوا من قرار العفو الذي أصدره النظام، وعبأوا استمارات العفو وبدأوا في التعاون مع نظام الهجدف وأصبحوا جزءا من آلته التعبوية، ومنهم من بدأ في زيارة البلاد في الإجازات. وذكرت المصادر أن الذين منعوا من السفر أغلبهم من قدموا من دولة جنوب السودان والشرق الأوسط وبعض الدول الأوروبية. ويذكر أن رئيس النظام إسياس أفورقي كان قد توعد في لقاء أجراه مع ضباط الجيش في ثاوة بمناسبة تخرج الدفعة 27 باتخاذ إجراءات جديدة في مواجهة ما أسماه بالأخطاء المتعلقة بهذا الشأن، وذلك في معرض رده على بعض الأسئلة وبغرض التخفيف من التذمر الذي أظهره الضباط من الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع. قضت محكمة سودانية في الخرطوم في السابع من هذا الشهر أغسطس بإعادة إريتريين من طالبي اللجوء إلى بلادهم التي فروا منها. هذا ومن بين المحكوم عليهم بالإبعاد 55 شخصا بينهم 22 فتاة، حيث ألقت سلطات الأمن السودانية القبض عليهم في الثاني من أغسطس وهم في انتظار ترتيب مواصلة رحلتهم إلى ليبيا. هذا ونشد المحكوم عليهم مفوضية اللاجئين والهيئات المختصة لوقف عملية ترحيلهم لما سيواجهونه من خطر شديد قد يصل إلى حد الموت في حالة تم إرجاعهم. صوت المنتدى. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة هذا اليوم، حتى نلتقيكم مجددا، كونوا في رعاية الله وحفظه.